مطعم ميني ماكدونالدز للنحل يفتح فروعه حول العالم. السلام عليكم مشاهدي قناة هل تعلم الكرام. تحت الماء وفي الهواء وفي الظلام، المطاعم الأكثر غرابة في العالم التي تقدم لضيوفها مظهراً غير تقليدي تماماً، والتي لا تذهلكم فحسب لكنها تدخل السرور إلى عمق الروح. في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين، سنعرض لحضراتكم مطعم ميني ماكدونالدز للنحل والمطاعم الأكثر روعة الموجودة على كوكبنا. ماكدونالدز للنحل. نعلم جميعاً أن النحل مدمن على العمل، بالإضافة إلى أن هذه الحشرات الأكثر شهرة تجمع رحيق الأزهار وتنتج العسل في جميع أنحاء العالم. هناك أكثر من 20,000 نوع من النحل، تعيش جميع الأنواع في مجموعات كبيرة من المستعمرات أو خلايا النحل. في الخلية الواحدة هناك 3 أنواع من الأدوار: الملكة والعمال والجنود. منذ عام 2006 بدأ العديد من مربي النحل في إطلاق أجراس الإنذار حين بدأ مجموع عدد النحل على كوكبنا في الانخفاض بسرعة. ظهرت العلامات الأولى لهذا الوباء في الولايات المتحدة، ثم انتشرت إلى جميع القارات. مليارات النحل تركت خلاياها من دون سبب واضح. في 27 ولاية أمريكية اختفت من 60 إلى 90% من النحل. هذه الظاهرة تسمى متلازمة تدمير المستعمرات. الأسباب الرئيسية لوفاة النحل هي تأثير المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية، وتدمير النحل عن طريق القراد بواسطة البكتيريا والفطريات أو الفيروسات. ويعد التغير المناخي أحد الأسباب، حيث يقول بعض مربي النحل الأمريكيين إن الظروف الجوية كان لها تأثير قوي على النحل. كان الطقس خلال العام إما رطباً جداً أو جافاً جداً، أو كان الجو حاراً أو شديد البرودة، وتقلبات الطقس ودرجات الحرارة الشديدة تضعف الجهاز المناعي. فإذا لم تغير الوضع للأفضل، فربما يواجه الجنس البشري أزمة غذائية خطيرة قريباً، لأن النحل جزء لا يتجزأ من العديد من النظم الإيكولوجية التي يحتاجها الإنسان. في الواقع، يعتمد مصير 80% من جميع المحاصيل عليها. ولهذا السبب، تم إنشاء مشروع في السويد لمطاعم ماكدونالدز مصغرة للنحل. يوجد بداخلها مسكن النحل وخلية حقيقية، وكذلك خلايا لبناء خلايا العسل. بجانب هذا المطعم يزرع الزهور لتهيئة ظروف بيئة صالحة للنحل. قام النجارون المحترفون الذين تم توظيفهم خصيصاً لتحويل خلايا النحل إلى نسخة كاملة من مطاعم ماكدونالدز، بما في ذلك أصغر التفاصيل على الواجهة، وتقرر تثبيت الخلية على أسطح المنازل. وزوار ماكدونالدز دعموا هذه الفكرة. كريستوفر أرنولد مدير التسويق قال في ماكدونالدز في السويد: إن لدينا الكثير من أصحاب الامتيازات الملتزمين حقاً، الذين يساهمون في عملنا في التنمية المستدامة، ويسعدنا أن نتمكن من دعم هذه الفكرة الرائعة على أسطح المنازل. أصدر مؤخراً قانوناً يحد بشكل كبير من قائمة المبيدات المسموح بها ومقدارها المسموح به، ولكن بشكل عام لا تزال السيطرة على استخدام المبيدات الحشرية وغيرها من المواد المميتة للنحل في العالم ضعيفة للغاية. وهذا على الرغم من حقيقة أن النحل لا غنى عنه في عمليات التلقيح للنباتات التي تجلب لنا جميع أنواع الفواكه والخضروات مثل البروكلي والتفاح والمكسرات، علماً أن العديد من المزارعين من مختلف البلدان يؤيدون مبادرة السويد. على سبيل المثال، مزارع من نورفولك في إنجلترا زرع حقلاً كاملاً بزهور عسل خصيصاً لدعم النحل. دعونا نأمل في المستقبل القريب أن يصبح الوضع مع النحل طبيعياً بسبب القرارات المعقولة والمبتكرة من الشركات الكبيرة ومن المزارعين. مطعم كايا بوكيا اليابان. كانت حانة كايا بوكيا عبارة عن منزل ياباني تقليدي، ولكن عندما أصبح فيديو لها شائعاً على اليوتيوب فجرت الحانة حرفياً الإنترنت. وكان سبب شعبية الحانة هو أنها رفعت مفهوم خدمة الضيوف إلى مستوى مختلف تماماً. بدلاً من النادل التقليدي، يخدم هنا قردان لطيفان للغاية، وبالطبع
يعرف صاحب المطعم الحظر المفروض على استخدام العمالة الحيوانية بسبب ساعات العمل الخاصة بالنادلين الأشعثيين. تاريخ شعبية مطاعم هذه المؤسسة يعود لكاورو أوتسوكا البالغ من العمر 63 عاما والذي لديه قردان تشان وفوكو تشان. في البداية كانوا حيوانات أليفة بسيطة، لم يخطر ببال أوتسوكا أنهما يمكن أن يكونا ناديلين في المطعم. على أي حال، الحيوانات الأليفة أثبتت أنها موهوبة جداً وسعيدة بتكوين صداقات مع الضيوف. يقول أوتسوكا: بدأت المرحلة التالية من اليوم بدافع الفضول عندما أعطيت منشفة ساخنة للقرد تشان وطلبت منه توصيلها إلى العميل. لقد أتقن مهارات النادل ببساطة من خلال مشاهدة سيده، وفي عام 2008 أصبح القرد تشان البالغ من العمر 12 عاماً نادلاً يرتدي سترة سوداء وقميصاً أبيض. في الوقت نفسه كان فوكو تشان عمره 4 سنوات فقط، وكان من واجبه إحضار منشفة ساخنة للزوار حتى يتمكنوا من مسح أيديهم قبل طلب المشروبات. وتلقت القردة وثائق رسمية من السلطات المحلية تؤكد أنها يمكنها العمل في الحانة، وعلى أوتسوكا الامتثال للقوانين اليابانية بشأن حقوق الحيوان وعدم السماح للقردة بالعمل أكثر من ساعتين كل يوم. لسوء الحظ تم إغلاق حانة كايا بوكيا بعد تسونامي في 11 من مارس، ومع ذلك لا تزال القردة تعيش مع سيدها. مطعم المرحاض العصري تايوان. إلى أي مدى أنت مستعد للذهاب إلى حفل عشاء فريد من نوعه حقاً؟ مطعم مودرن تواليت أو المرحاض العصري افتتح في عام 2006 في تايبيه بتايوان، يقدم للضيوف العشاء في المرحاض. الأطباق في المطعم تقدم في نسخ صغيرة من المراحيض والكوكتيلات في أكواب تشبه المبولة الطبية. يتم ملاحظة المفهوم غير عادي للمكان في تفاصيل دقيقة، بدلاً من المناديل توضع على الطاولات ورق التواليت والمقاعد من أشكال مختلفة من أحواض المرحاض. الجدران مزينة بأحواض ومبولة ورؤوس دش الاستحمام. من وقت لآخر هناك صوت عال مثل الذي يأتي من خزان المياه. في المجموع هناك سلسلة مطاعم لهذا المطعم عددها 11 في مدن مختلفة من تايوان، كما يوجد مقهى واحد في هونغ كونغ وفقا لمالك المطعم الذي يدعى فين سينوي. المرحاض هو المكان الذي يمكن أن تقضي فيه الكثير من الوقت وتأتي فيه الشهية للشخص. بالنسبة لشخص عادي فإن مثل هذه الفكرة تبدو مجنونة، ولكن الممارسة تظهر العكس تماماً، والمكان يحظى بشعبية كبيرة بين السائحين، وعملاء المطعم الراضون يعودون مراراً وتكراراً. مطعم ياخاتا تحت الماء في جزر المالديف. يقع هذا المطعم الواقع تحت الماء في جزر المالديف على عمق 5 أمتار تحت مستوى سطح البحر، ويقدم المطعم إطلالة غير مسبوقة تحت الماء والحياة البحرية التي تحيط بالضيوف أثناء تناول العشاء. المطعم تم افتتاحه في عام 2005 وأصبح أول مطاعم العالم تحت الماء. والوصول إلى المطعم ليس سهلاً، ستحتاج للمرور على الجزء الأرضي من المطعم على طول أرضية خشبية ضيقة، وبعد ذلك النزول على الدرج الحلزوني على عمق 5 أمتار. في الترجمة من اللغة المالديفية اسم المطعم يعني أم اللؤلؤ. يتكون سقف المطعم من زجاج متين للغاية، وخلال العشاء يمكن للزوار الاستمتاع برؤية أسماك القرش المارة وسكان المحيط الآخرين. هذا المطعم الفريد هو جزء من منتجع كونراد المالديف، ويمكن أن يسمى واحداً من أغرب المطاعم في العالم. على الرغم من أن سعر الغداء لشخص واحد هنا على الأقل 195 دولارا وسعر العشاء يبدأ من 230 دولارا، وهذا المكان بالتأكيد يستحق الزيارة، لكن تذكر أن هناك 14 مقعداً فقط، لذلك تحتاج إلى حجز مكان مسبقاً للاستمتاع بمناظر المحيط الهندي وسكانه. كافي دي سيستر إسبانيا. يوجد في منتجع كوستا برافا في الجزء الجنوبي من إسبانيا مطعم خاص يرغب العديد من الباحثين عن الإثارة في زيارته. يبدو المقهى القديم بالفعل مطعماً تقليدياً لا يلمح إلى ما ينتظر الزوار في الداخل، ولكن في الداخل سيجد الزوار أن الطابق الأول مصمم على طراز مركبة فضائية
وهو مخصص للأطفال، وقد تم تصميم الطابق الأرضي تحت الأرض للبالغين، وقد تم تصميم القاعة لتكون كهفاً للنزول إليها باستخدام مصعد خاص. أول ما يلفت الانتباه هو الموظفون الذين يرتدون ملابس غير عادية وخوذة بينما يجلبون الأطباق. يمكنك أن ترى أن الأطباق أثقل قليلاً من المعتاد. يبدأ الزوار في تجربة الأطباق الإسبانية الشهية، وهنا يبدأ الشيء الأكثر إثارة للاهتمام. بينما يتناولون العشاء بهدوء، لا يعلم الزوار أن زلزالاً قوته 7 أو 8 نقاط سيحدث من دقيقة إلى دقيقة. سوف تضيء الأضواء في المطعم، وسيسقط العاملون، ويجب وضع الخوذات، وسيبدو كل شيء واقعيا للغاية ومخيفا إلى حد ما. لكن عزيزي المشاهد، تذكر أنه في هذا المقهى لا يجب أن ترتدي أفضل ملابسك، لأن الطعام والمشروبات المقلوبة شائعة في مثل هذا المطعم. نادي الكونت دراكولا رومانيا. يقع المطعم في بوخارست في ترانسلفانيا، مثل العديد من المطاعم الأخرى في هذه المنطقة. بمهارة يستخدم اهتمام السياح بالكونت دراكولا الشهير، في هذا المطعم الزوار مدعوون لتناول العشاء من قبل دراكولا نفسه. عندما تدخل يسألك بمزاح عن نوع دمك، وتسود الأطباق المحلية في القائمة، وعلى الرغم من أن وجود ممثل مصاص دماء سيبدو لا لزوم له، لكن تتمثل مهمة الأداء في هذا المطعم في تهيئة جو أصيل خاص مثل القصص المخيفة. مطعم أوبك ومطاعم الظلام الأخرى. في لوس أنجلوس ودالاس ونيويورك والعديد من المدن الأخرى حول العالم، يوجد الآن العديد من المطاعم الشهيرة حيث يسود الظلام المطلق. وفقاً لمفهوم المبدعين، يجب أن يسود مذاق ورائحة للأطباق هنا على مظهرها. وهناك بالتأكيد لن تجد عشاق التصوير الذين ينشرون صور كل وجبة غداء لهم على الإنستغرام. بالنسبة لأولئك الذين لديهم مخاوف، فإن تناول الطعام في الظلام في مكان غير مألوف يبدو مخيفاً. يمكننا أن ننصحك باصطحاب صديق أو أحد أفراد أسرتك معك، وتناول طعام الغداء في مطعم من هذا القبيل لن يكلفك ما لا يقل عن $100 للشخص الواحد، ولكنها تجربة فريدة تستحق بالتأكيد. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكراً لحضراتكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.